الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك الاخ؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. غير الله. الحمد لله. لا، قلت لي حبيت تتكلم معايا. واحد يسلم معك واحد القضية كان صارت البابايا. البابايا راه ميت الأول. ربي يرحمه. الله يرحمه. راه مات راه واحد 5 سنين هكا ولا شنو. هو كي كان يخدم مع لا سيكيورتي هو ما كانش يحكي بزاف، ما بيان سور يحكيش كاع شراك، ما يسمعش. بيان سور. هو انا كنت فضول هي نبغي نسلى لسانه، يبقى يحكي لي خطرات يقول لك درنا هاك درنا هاك، واحد صاحبي قتلوه، واحد صاير يقبضوا الارهاب راه كامل. وش من الحق هذه تاع قضيه الارهاب انا ماشي اللي كتهمني بزاف. انا اللي كان يهمني بزاف هو من بعد اللي مات. انا بدايه كان يصوم يصلي كل شيء زي العادي. شنو هو كان يخدم على ديارات وصغير، هو دخل الميديتال بركة في السبعينات، من السبعينات حتى جات في التسعينات ومو التسعينات دارها ايه، فترة تاعها ولات. قديم قديم اما لا. ألو، راهو تقطع. قديم قديم اما لا. هو أيوا هو قديم كاع القطب مديان وش بصح وش من وش من قراد كان عنده هو؟ ما كانش عندها الكاد، هو كان أجي دون. ايه اجي دون. المهم عنده قراد. ايه وش من جهة كان فيها هو؟ هو كان اكزاكتومون في وهران، هو كان في وهران بصح هما كشايف هما يفكتيهم كل خطره في بلاد خطره، ها ماشي ها، على الصحراء بالي خطره، على بالي. ماشي خطره البليده خطره كشايفهم. هو كان في وهران. انا القضيه اللي زعما غاضتني زعما الشهاده الحق تاعي ماشي تاع الارهاب وهاد الصوالح. هو كان اللي كان يحكي لي يقول لي كان نمشي نجيبو، هو خدم جهة حركية كان يجمع الموتى، الموتى بغا موتى إرهاب ولا عسكر ولا كيسموه. كان في الامبيلونس ولا؟ لا لا غير بالكاميو، اوكي. كيتضرب شوف ناس تضرب هذيك الكوبتر ولا تضرب الشال يضرب بالبومبات وهذوك، هي هما يمشيو يلموا هذوك الموتى. يخدم في صح كيف الشوفير. يلموهم يلموهم ما شقاش نحكي لك، يلموهم الراس يجيها والكور يجيها على بالي، على بالي. الشوفير هو ولا؟ خطرات يصوم خطرات يمشي يرفد معاهم، وراك شايف العسكر كل شيء يديروه. ها. هي يمشي يعاود يبقاو يحاسبوا فيهم، يقول لي مثلا نجمعوا هكا، يحطوا الموت هكا يسدفوهم، يحطوا لي كور وما له هذا، هي يبقى يلموا بالريسان كل واحد يديروا على راسه. بصح ما يهمش بغا راسه ولا ماشي راسه، بغا راجل كور كحال والراس ابيض ولا الكور تاع امراه والراجل والراس راجل، مو خيطوهم ايوا يحاسبوا بالكور، يديروا في هذاك الطابلي تاعهم ولا يقول لك اودي بدنا 60 واحد 20 واحد 30 واحد، المهم يحاسبوا كيما هاك. قال لي كاين اللي نديروا له زوج على لاكوش، كاين اللي نديروا له زوج على دروات، كاين اللي يدير ركبه طويله، كاين راك فاهم شايف. ما يهمهاش يحقص اكزاكتوم، يعطي الراس ايه، مثلا فهمت. تسمى المساعدة تاعه. كي ما يتعرفوش على الموتى، يوليو هما يديروا هكذاك على جال باش ايه بس يكالميو يركبوا راسهم العائلة صحيح. نتاعهم. لا تاع الارهاب، تاع الارهاب يحس كانوا يخيطون كما هكا، فوتوا نهار ما يخيطوا، تجي الكاميو تفلت خطرات هو يمشي يلم، وخطرات تفلت لها الكاميو هكا الموتى يبدا يخيط. هي ولا ثاني كان يديروا راتيساج، يمشي يحكي لي هكا يقول لي مشينا درنا راتيساج. بصح انا القضيه ماشي هي اللي راهي بنسن، انا الحق وقتها كان يصلي وكان يصوم وعادي كل منين مات زوج خطرات، وانا الحق نشوف هو في جهنم ما يتحرك. ايوه يجي يقول لي قول لهم قول لهم كما هكا. كيفاش شفتوا في المنامة؟ واه في المنام زوج خطرات هو يجيني هكا ويقول لي نشوفها في جهنم، نشوفها كاع الكور تاعك كل شيء غير نار ينحرق في جهنم. ايوه هو وقت ذاك كان يصوم يصلي صحيح، نقول لي يتكيف ما كانش يكون رمضان ولا يا عرفت باللي هاد لافير تاع جهنم غير الخدمة تاعه. هي قضية عالم مكافحة الخطر. هو كان على السكري هما كي كانوا يدخلوا كي يبغي واحد يونجاجي في مكافحة الإرهاب كانوا يزيدوا له 1.5 مليون في الشهر. هو زعما نقول سكون على السكري عادي، بصح لو كان ذاك الجراد تاعك زعما كنت تخلص 4 ملايين ولا 5 ملايين، هو كان يخلص 4 ملايين ونص.
كي يدخل في السيرفيس تاع مكافحة الإرهاب يزيدوا 1.5 مليون ولا يخلص 6 ملايين. هذه هي ودها الطناعية بصح شنو هو ماكش عارف واش كاين تما في هذه مكافحة الإرهاب. أنا هذه الشهادة اللي قلت لك زعما الشهادات اللي تتعلق من بعد الموت ماشي تاع الحماية خلاص الفنية. فهمت الكلام تاعك. سما انت دوك راك ما متأثر، بين الشهادة لا زعما سما اللي انت راك مسمحة راه سما انت اللي راك بعد حيين وحاسبين زعما ما كانش ربي وما كانش حساب ما كانش حفاظ ما كانش شيء. سما انت دوك راك متأثر من هذا المشهد اللي انت راه سما صار يجيك شغل كابوس. جاني غير حاب زوج تاع الخطرات شغل يطلب مني زعما انا نقول للناس ولا نقول لهم حاجه كما هذا واللي يقول لهم قول لهم هو ولا مش عارف يطلب الدعاء ولا يطلب حاجه كما هذا. اسكو انت يا تسمى كي راك مستعد على جال باش انت نقولو مثلا تقول هذا الكلام؟ مستعد نقول انا بصح شويه انا راني خدام في الحانوت هنا يعني ما عنديش الوقت بزاف هذه الوقيته هذه عندي شويه لا لا وخدمه لا لا شويه ها تسمى اسكو انت راك مستعد باش تقول هذا الكلام، يعني شغل تقولو للناس، يعني تسمى شغل انت حابب باش انت على شهادة بالله كما قال الناس هذه تبغي تعرف باللي واش راه يستناه ما نقولكش انه قاعد يدخل جهنم ولا مش عارف هذيك جهنم الله سبحانه وتعالى هو اللي يمدها للي يبغي ويحرمها من اللي يبغي. صح. بصح انا شنو هو هذه اللي راهم كانوا يكافحوا فيها هذا الارهاب وهذا المصير تاعهم يخوف ما نكذبش عليك. ايه دوك انت المهم هذه امور عند ربي، فهمت انت ايه عند الله ديجا هو عمر ما انسان. راح يدخل الجنة وجهنم هو بيده. ايوا الانسان هو اللي كيما نقولوا الانسان المؤمن اللي خاف ربي يبعد على هذه الامور هذه، خاصة الدماء، على بالك راه الدماء تسمى يوم القيامة تسمى يفصل فيها ربي، راهو تسمى فهمت، راهو ربي يجي العبد هذاك المقتول يقول له سله يا ربي لما قتلني، فهمت. وإنسان المؤمن يخاف خاصة من هذه الأمور المتعلقة بالدماء والأعراض وكذا. وانت ذوك تسمى شغل حب انت تنفع الناس، هذا الشيء انا اللي غير سبيل الله الحق انا هذا يعني الشيء اللي شغل فهمته انا من الكلام تاعك، شغل انت حب انت تنفع الناس باش الناس كيما نقولوا تخاف ربي، فهمت، تخاف ربي. انا ما كان وكاينه تسمى حاجه راه توسي فيك انت شغل مع ايه ذباتك، فهمت. لا هما كانوا كانت تبان لهم زعما شحال من واحد تقول له عاودي الشهاده يقول لك لا احنا سلكناكم الاسلاميين. بصح علاش كيسلكوا الاسلاميين؟ واش كان غادي يصرى لو كانوا وصلوا الاسلاميين للحكم؟ خاطر هذوك اللي كانوا في الجبل هذوك العسكر وهذوك كيتسقسي المتهضر معاهم يقول لك سلكناكم الاسلاميين. واش سلكت اخويا واش سلكني من الاسلاميين؟ هذا راك ارتكب جريمه عظمى واش بيه؟ بطبيعة الحال الإنسان اللي خاف ربي راهو رايح حساب، ما تنفعك للمحكمة ولا تنفعك البلدية ولا البرلمان ولا الدراهم ولا حاجة، ما تنفعك، فهمت. ربي هو اللي فيما بعد يحاسب الناس على كل كبيرة وعلى صغيرة. من بعد انت راك تشوف في واحد راهو من أهل جهنم وهو راهو من أهل الجنة والعكس، ربي فيما بعد هو اللي يحاسب الناس وهو اللي يجازيها. كل انسان اللي خدم الاحسان يلقى قدامه، والانسان اللي خدم الشر يلقى قدامه، وواحد ما ينفع له. كان الناس راها مذكوره حتى في الحديث، لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، فهمت. انسان ان شاء المؤمن الله يخاف ربي، انسان المؤمن يخاف ربي. وانت درك شغل راه من خلال الكلام نتاعك انت حبيت على جل باش توصي تسمى تبر باباك، رغم انه تسمى مجرد ملامة، ولكن انت حبيت على جل باش تطيع باباك، حبيت انت باش شغل توصل الوصية نتاعو هذه. والله زعما هذو اللي راهم كانوا يشاركوا في مقولة كما قال هذاك السويدي حرب القذيرة هذه ماشي زعما مش عارف المصير تاعهم ماشي باش يحسبوا باش ما قال لهم الا مازال باقي الوقت يستغفروا وهو باباك هذا بابا. المغفرة هذه الدنيا لقد المستشفى انت راك تحسب روحك نجيت الناس من هذا الارهاب وهذه وانت راك تحفر تبني لروحك بلاصة في جهنم. لا ما تفهم لا ما تعرف بيان سور، غدوة
ودوره واحد ما راح ينفعك، كما قال لك بسم الله راه مذكوره في القران، قالوا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، فهمت؟ راه مذكوره في القران. من بعد واحد ما ينفعك، واحد ما ينفعك، لا جنرال ولا رئيس ولا وزير ولا باباك ولا عمك، ولا كل واحد يتحاسب على نفسه واش دار، فهمت؟ كل واحد يتحاسب، فهمت؟ فرعون وحاشيته. ربي ربي ان شاء الله. المهم انت مشي في الطريق الصحيح، فهمت؟ حاول هو انك تتصدق عليه، حاول هو انا صدق عليه الحق، دائما صدق باسمه وكيما هكا. هذا ما كان انت شوف، ما هو زعما نتمنى زعما هذو اللي راهم عاد حيين راهم عاد ما ماتوش يتظلموا الفرصه والله يطلبوا لنا السماح من الاهالي اي حاجه، المهم حاجه تنفعهم في الاخيره تاعهم والسلام. المهم انت شوف تصدق عليه، يعني مهما يكون الامر هو باباك، فهمت؟ هو راهو دمك والحم، حتى اذا كان راهو على ضلال مبين، مهما كان الامر هو باباك. انت حاول على جال باش انت تتصدق عليه، حاول باش تدعي له، فهمت؟ تدعي له، وهذه هي، حاول تصوم، حاول في الدار هكذا يعني تذكره هكذا بحاجه، لعل الله راهو امور عند ربي، بالك من بعد تولي انت تشوف منامه واحد اخرى، فهمت؟ لعل الله ان شاء الله هي. وإذا كان تحب تدير كيفين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله وعدنا قال لك لا يخلد في جهنم ولكن يتعذب حتى يوصل لواحد الدرجة من العذاب ومن بعد يخرجها من جهنم، بصح ولكن يتعذب غير هذاك اللي، ولكن الله أنا نقول لك يوصل 500 سنة 100 سنة 1000 سنة انت وهو يتعذب، بصح يخرجها سبحانه وتعالى. علاش تقني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أنت يا الأخ من وهرن ولا من تلمسان؟ لا أنا من تلمسان. هو تسمى باباك من تلمسان في الاصل نتاعو؟ لا هو من تلمسان بصح كان يخدم في وهران خاطر كان خارج. لا لا الاصل نتاعو هو من تلمسان. لا اصلا من تلمسان. واش من جهه في تلمسان؟ تلمسان ديال اوكي. واش من فامي؟ حبيب. حبيب وهو الاسم نتاعو كيفاش؟ محمد. حبيب محمد. قلت لي كان عنده قرب تاع اجيدون. ربي يرحمه، فهمت؟ ربي يرحمه، ربي ان شاء الله يعفو عليه، وربي ان شاء الله يخفف عليه. وانت يا واسمو انت يا هذه هي كما وصيتك، فهمت؟ هذه راها فتنه مرت بها البلاد، غير اللي سلكوا ربي، فهمت؟ خاصه من الناس اللي عاشوا تلك الفتره، كل واحد كيفاه، كانت ناس كل واحد كيفاه، كان واحد تحت التأثير تاع المخدرات، واحد تحت التأثير تاع الكحول والمشروبات، واحد تحت التأثير. لا لا صبرني برك، صبرني برك نكمل لك. كل واحد كيفاش، واحد تاع التأثير تاع الشباب تاع الغرور تاع الصحة نتاعو، واحد تحت التأثير تاع البوفوار، فهمت؟ لما يكون عنده سلاح ويكون عنده البوفوار. هذه هي كل واحد كيفاش. نيشان. يا ربي يسلكنا، فهمت؟ ربي ان شاء الله برك ما زيش تعاود تصرفتنا واحد اخرى، هذا هو الشيء اللي حنا رانا خايفين له يا خويا. مش مشكل، فهمت؟ لا تحب واش راه في هذا. انا شوف نقول لك باش تكون شوف اسمع، انا باش تكون صريح، انا مانيش من النوع هذاك اللي يلف ويدور وهذه. شوف انا كل كلام اي واحد يتصل بيا في اي طريقه تتعلق بالامن نتاع البلاد، الكلام نتاعو نسجلو باش تكون في الصوره، فهمت؟ مشي نسجلو على جال باش نبتزو، ولا على جال باش انا نهدو، ولا على جال باش انا نتلاعب به، ولا لا خاطي مانيش من النوع هذاك. نحب على جال باش نسجل هذا الكلام باش ما يعاودش مره اخرى واحد يدور عليا، فهمت؟ في نفس الوقت لما انا نتكلم مع الناس نحب انا نعرف الهويه نتاعهم، على جال باش يكون الكلام نتاعهم صادق، ومن بعد الله يسهل عليه هو فيما بعد. لكان هو راهو حب يكذب والله، راهو امام الناس، راه الناس تعرف اذا كان له الكلام تاعو صحيح ولا الكلام تاعو غلط، فهمت؟ هذه هي. انت يا بالاذن نتاعك، اذا كان انت يا راك مثلا ارتديت على جال باش انا ننشر الكلام تاعك، والله انا ما عنديش مشكله، انت قرر. انا مش انا
الناس بغيت تنشرها كيما هكا كيما هدرتها معاك ماشي مشكل، تبغي زعما يتلخصها انت زعما تكون تهضر مع الناس تقول واحد احكي لي هذه تاني ماشي مشكل. ما انا شوف، انا قلت لك انا على جال باش الناس تسمع. تسرى هي تقول لا لله الحق، ما احنا ما بيناش حاجة اخرى ولا كيما قال الشهادة لله زعما غير باش زعما هذو اللي راهم باقيين زعما في الحياة حياة تنمو الفرصة يتوبوا لله والله يقبل التوبة من كل واحد. ان شاء الله آمين. ان شاء الله يا اخويا. شكرا، بارك الله فيك. الله كريمة يبارك فيك. كريم هكذا، عبد الكريم، عبد الكريم، ربي عبد يبارك. الكريم ولا كريم؟ ها معليش الاخ عبد الكريم، ما ربي ان شاء الله يكون معاك. وما تنساش، فهمت؟ ما تنساش الوالد نتاعك تدعي له، فهمت؟ مهما يكون الامر، آمين. فهمت؟ مهما كان الامر، حتى اذا كان راهو ارتكب جرائم والله حتى، واسمهم يبقى باباك، فهمت؟ إن هذه شاء الله. مهما كان الامر يبقى باباك. في خاوتك دائما هكذا ذكرهم، هو ذكر، راهو توفى، راهو عند ربي. خاوتك ذكرهم هكذا على جال باش تدعي له، كش ما نقول له مثلا هكذا تصدق عليه، كش ما فهمت. وعند ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله يغفر له، ربي ان شاء الله يخفف عليه. آمين. واحد ما على باله بينا كيفاش راح تكون الخاتمه نتاعو، فهمت؟ والله لا حساب واحد على بال، غير واحد ما راه على باله. ربي يستعبد الدنيا ربي وخلاص. يثبتنا، فهمت؟ ربي يثبتنا آمين وربي ربي. يهدينا للطريق المستقيم. وان شاء الله ان شاء الله تعاود ترتاح البلاد، وان شاء الله ما يكون غير الخير. خلاص ماشي مشكلة. هذه يا ربي، بارك الله فيك الاخ عبد الكريم. الله يبارك في خويا. هاي صاحب نعم السلام والدي الاخ. هذا ما عندك فوتو نتاعو ولا ما عندوش؟ ما عندكش؟ عندي بصح ما راهمش عندي هنا، اختار راني في المحل. ها معليش، المهم اللي كنت تحب باش تكون يعني الكلام كيما نقولوا هكذا، يعني تسمى اذا كان هكذا ننشر الفوتو نتاعو. والله ما عنديش مشكلة انا، فهمت؟ تنشر فوتو باش تعرف يا الناس، عندي بصح ماشي باش هنا، ما تعرف عنديش الناس. فوتو راه لا لا فطار مش يعني. مشكلة، كي تروح للدار بعثهم لي والله، على جال باش الناس تعرف باللي هذا هو السيد فلان، وراهو القرد نتاعو، باللي راهو الكلام صادق، ماهوش نتاع كذب ولا نتاع آمين تتبلعيط ولا نتاع، باش الناس تعرف الحقيقة. هذا مكان آمين يا ربي. صح ماشي مشكل، دوك نطلع للدار نجبد لك التصاور تاعي، سيرتو كي يكون في الكازير راه يكون مع صحابه ولا ايوه بارك يخدم. الله. صورة صورة هكذا باش نتأكدوا بالهوية نتاعو وننشرها للناس، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه الشهادة تكون في الميزان تاع الحسنات نتاعو، فهمت؟ على جال باش تخفف آمين عليه. إن شاء الله. ها صح ربي يبارك فيك، الله يبارك فيك. تسلم. شكرا، ربي يعيشك. شكرا، صح. آمين. سلامة.